وصل الملف عند وزير المال عبد مأمور يعني انه وزير مالية عرقل تعيين التعيينات القضائية. وزير مالية ما عنده صلاحية يعرقل ويعطينا دروس بالموسيقية، لان هو شغلته يمضي على زودة المعاش اللي بيلحق القاضي بس تعين بهيئة محكمة التمييز. نتيجة عرقلة وزير المالية وصلنا لمطرح انه صار عندنا متهم الانتربول وقفه، ونحن كدولة لبنانية ما قدرانين نطالب فيه لانه القاضي كافف يده كافين يده عن الملف. في موقوف، في متهمين مطلوق سراحهم هلا باسبانيا، لازم يتوقف. خوري موريرا معه معلومات كتير مهمة لازم ينجاب، ما بينجاب الا اذا كفى القاضي بطار شغله ومضى على مرسوم الوزير المال. طلبنا منه لقاء ما قبل، جايين ندعيه بالاعلام ونطلب منه اذا بتريد مضي خليك انسان وطني في دم ضحايا بالارض بهيك ملف، يعني انه هو ما له علاقه الا انه يمضي بس، هو ما بخصه يحكي بولا اي موضوع قانوني او مش قانوني. عم يخرق مادة 20 من الدستور يلي بتتعلق باستقلالية السلطات، عم يخرق المادة 66 من الدستور يلي بتتعلق انه كل وزير هو بيقوم بعمل تختص بوزارته فقط، بس لهون وبس. صار لازم نحن نقول للكل انه نحن واقفينكم بالمرصاد، اي تدخل سياسي، اي عرقلات للقضية نحن بدنا نطالب بالحقيقة لاخر لحظة.